السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد. اليوم جبت لكم تحلية سهلة سهلة جدا وغزالة بزاف، وصدقوني غادي تجربوها وغادي تعجبكم. بالنسبة للمقادير اللي كنحتاجو في هاد التحلية، عندي 2 معالق ديال مايزينا، وعندي 2.5 معالق السكر، عندي هنايا الحليب، 2 ديال الفلانات، عندي لتر د الحليب، 10 ديال غيطة ايو، وعندي هنايا شوية ديال الزبدة مدوبة باش غادي نجمع الخليط، وعندي 1 نسكافي. غادي نوريكم المقادير وطريقة التحضير. هنايا شديت داك الغيطة، بالنسبة للغيطة اي بسكويت بغيتو ديروه ديروه، يعني شنو ما بغيتو بالنسبة للبسكويت ديروه ديروه. هنايا شديتها طحنتها بالشوكولات ديالها بكلشي، طحنتها مزيان، نطحن داك الكمية اللي عندي. انا هنا كانوا عندي 10 ديال الحبات، طحنت 8 وخليت 2 للتزيين، ولكن في الاخر زينت بطريقة مغايرة. مهم خليكم معايا وغادي تشاهدوا في الفيديو ان شاء الله، تشوفوا طريقة التزيين اللي درت. طحنتها مزيان، طحنت داك الكمية اللي عندي، ومن بعد ضفت عليها الزبدة، الزبده مذوبه، وجمعتها مزيان، ومن بعد صوبتها في المول. مهم خليكم معايا وغادي تشوفوا الطريقه. وهنا ضفت لترو ديال الحليب، وضفت فيه 2.5 معالق ديال السكر، و2 معالق ديال مايزينا، و2 ديال الفلانات. حركتهم مزيان ووضعتهم في نار هادئه مع التحريك باش ما يلصقليش داك مايزينا في الكاسرون. ومن بعد غادي نضيفهم فوق الطبقه الاولى ديال التحليه ديالي.
غير كيبقى كيتغلى بحال هذا الشكل هذا مع التحريك، كنضيفوه فوق هاد الطبقه شويه بشويه. وكنضيفوه في الثلاجة بعد ما وضعنا الطبقة الثانية. هنا غادي نوجد الطبقة الثالثة. بالنسبة للطبقة الثالثة هزيت جوج كيسان ديال العنبة وضعتهم في الكسرون، ومن بعد غادي نوضع فيهم واحد فلان. بالنسبة للفلانات قلت لكم في الأول جوج فلانات، فنسيت أن الطبقة ديال الأخيرة راه حتى هي كتحتاج فلان، ضروري درت فيها واحد فلان، يعني غنحتاجو توتال ثلاثة ديال الفلانات. وضعت فيها واحد نسكافين، وبالنسبة للسكر جوج معالق ديال السكر، وصافي. وحركتها مزيان وغادي نوضعها فوق النار حتى تتغلى، من بعد عاد غادي نوضعها فوق، يعني فوق الطبقة ديال فلان، يعني ترجع تكون الطبقة الأخيرة ورجعت الثلاجة تقصح. هنا بعد ما جمد لي فلان غادي نشد داك الكاسرون وغادي نكب داك الخليط ديال فلان ونسكافيه. غادي نكب اكثر من نص ونخليه يجمد، وغادي نقوم بالتزيين. عاد غادي نكمل الكميه باش داك غيطات اللي كنقوم بالتزيين بهم كيكونوا ماشي الفوق، يعني كيكونوا مغطين، فهمتي؟ بحال مغطسين كيجيو بالنسبه للمنظر كيجيو حسن. كيف ما شفتوا غادي ندخلها دابا الثلاجه حتى تقساح، عاد غادي نقوم بالتزيين. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالي. كنتمنى من الله تعجبكم وغادي تجربوها وردوا عليا الخبر كي جاتكم. فنقول لكم تهلاو ليا فريوسكم، والى الملتقى الفيديو جديد ان شاء الله. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على لي كومونتيرات اللي كديروهم ليا زوينين بزاف. فنقول لكم الله يخليكم ليا، وان شاء الله يا ربي ديما الجديد، وديما نشارك معكم اي حاجه عرفتها واي حاجه كنجربها وكنديرها وكتعجبني، فاكيد ما غاديش نبخل عليكم بها. فنقول لكم تهلاو ليا فريسكم، ومع السلامه.